في متكامل لتطوير المواهب في كرة القدم، سواء كان على لاعبي كرة القدم ولكن أيضا على الطاقم الفني والإداري. فاليوم البرنامج هذا يشمل برنامج متكامل للاعبين، تم اختيار لاعبي منتخب الشباب اللي فاز بكأس آسيا وتأهل لكأس العالم بحكم الفئة العمرية اللي هم فيها من 18 إلى 20 سنة، وإن شاء الله وأيضا سيكون الفرصة متاحة للمدربين والإداريين، سواء كان من أخصائيين العلاج الطبيعي ولا الطاقم الفني أو الطبي أو ما إلى ذلك، للاستفادة من هذا البرنامج الذي سيتم الإشراف عليه من قبل كبار مختصين وفنيين في مجال كرة القدم بشكل عام. سمو الأمير، كيف قدرتوا تتعاملون مع الأندية فيما يخص عقود اللاعبين؟ أكيد في عدد من اللاعبين لديهم عقود مرتبطين بأنديتهم، أكيد الناس راح تتساءل عن عقود اللاعبين، حقوق الأندية في التعامل مع اللاعبين. العقد مستمر مع النادي وليس مع البرنامج، فاليوم كل اللاعبين موقعين عقود مع أنديتهم، يفوض النادي لشركة المسافر الاهتمام والتكفل بمستلزمات اللاعب، ولكن ملكية اللاعب من ناحية العقد فهي ترجع للنادي، فلم يتدخل أحد في هذا الموضوع. أقصد سمو الأمير في رواتب اللاعب من النادي، الأندية تقول لك لاعبي مبتعث، ليش أنا أدفع مثلا مرتباته الشهرية؟ زي ما قلت لك، يفوض شركة المسافر في هذا الموضوع والبرنامج يتكفل في هذا الموضوع. سؤال أخي سمو الأمير، في هذا البرنامج احنا عرفنا الجانب الرياضي فيه، ولكن نسأل الجانب التعليمي في هذا البرنامج فيما يخص هذا التعليم، نتكلم برضه عن فئة عمرية صغيرة يعني. نعم، سيخوضون إلى برامج تعليمية من ناحية اللغة، سواء اللغة الإنجليزية أو اللغة الإسبانية، وسيخوضون إلى كثير من البرامج التثقيفية أيضا على بشكل عام على الرياضة وعلى دورهم كرياضيين في منظومة رياضية. فما في شك أنهم يعني مهم رايحين بس عشان يتسلون ولا أنهم يلعبون كورة، ولكن سنهتم بهذه الجوانب كلها، وأيضا في كثير من التفاصيل إن شاء الله ستشرح.